إن قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن زكريا المحراب قل Thank you.
هذا قالت ومن عند الله قال يا قال يا مريم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على صدق الله العلي العظيم الفاتحة مع الصلوات ترتفع رايه علي تلتكس كل الرايات ام تصلى على النبي صلى ثلاث مرات باعلى على الاصوات ارفع صوتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تعجيلا لفرج المولى صاحب الأمر ثاني عفى الله عنا وعنكم على حب مولاتنا وشفيعتنا أمنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومواساة لأمير المؤمنين برحيلها ثالث عفى الله عنا وعنكم صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى نفسك أمير المؤمنين وعلى روحك التي بين جنبيك فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى ريحانتيك الحسن والحسين وأولادك أولاد الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق لا سيما بقية الله في الأرض
السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، فاز من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. آمين يا رب. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطمة أفضل، إن قيل حواء إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطمة أفضل، أوهل لحواء والد كمحمد. أم هل لمريم مثل فاطمة أشبل؟ وين يا محسن أبو الحب رحمة الله عليه، وين تريد توصل؟ أفهل لحواء والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطمة أشبل، كل لها عند الولادة حالة منها عقول ذوي البصائر تذهل. صار حقان في لحظات الولادة بين فاطمة وحواء، كل لها بين فاطمة ومريم، كل لها عند الولادة حالة منها عقول ذوي البصائر تذهل. هذه مريم، هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، ولدت بعيسى وهي غير مروعة. لاحظ الدقة، ولدت بعيسى وهي غير مروعة، أنا وسا وحارسها الكمي الأبسل، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل. هذا واحد من العلماء، خلي شوية شوية ما أدري أستفز دمعتك، ها هذا واحد من العلماء يقول أنا متوقف في قضية الهجوم على الدار، لا تنشف دموعك استعين، يقول ذولا مقتحمة والدار دفعوا الباب على فاطمة، فاطمة سوت ردت الباب عليهم دفعتها عليهم، رجعوا دفعوا عليها، رجعت دفعتها عليهم 4 إلى 5 مرات دفعوا ويدفعوا عليهم، ترجع ترجع الباب عليهم وهم يرجعون الباب عليها. أوقف، يقول زين هذا البسمار الطب أول مرة طب 5 مرات في صدري أنا وشلون؟ إيه 5 مرات دخل في صدري. وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي
فأسقطت ما تحملها سقطت يا علي سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل وبعين رب العرش أريد السادس من ذلهم وبعين رب العرش يلطم عينه وبعين رب العرش يلطم عينه أشقى البرية ثم لا يتوجل سادة هذا يعنفها وذاك يدعها ويضربها هذا وهذا يركل شنو يركل يعني يجفرها هذا يعنفها وهذا يدعها ويردها هذا وهذا يركل وأمامها هسا كلكم الدنون وراح تعرف ايش الدنون وأمامها أسد الأسود يقوده بالحبل قنفذ هل كهذا معضل اي والله وويلاح وأمامها أسد الأسود يقوده بالحبل قنفذ هل كهذا معضل أقول ماذا والسياط بمتنها حتى القيام يقول ماتت يقول ماتت وعلي يتجنب كتفها من غسل ماي يقول أسماء شفته من وصل لمنطقة الكتف قام يذب الماي ودموع جارية ليش يا علي أقول ماذا والسياط بمتنها لحين القيامة ما لهن تحول ولسوف تأتي في القيامة هكذا تشكو إلى رب السماء وتعول ولترفعن حنينها وجنينها بشكاية منها السماء تتزلزل يا رب ميراثي وبعلي حقه غصب وأبنائي جميعا قتلوا أريدكم كلكم تقرون يوم راح أقرأ باكر راح أقرأ من ضرب العصا ما ظل حال الها ولا ضل حال من ضرب العصا العصا من ضرب العصا لا ظل ما ظل حال الها ولا ضل حال لما ماتت بغصتها يا والي وش يفيد الوال غسلها علي بيده وشيعها ودفنها بليل إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ابتداء نسأل الله بحرمة ولي العصر وصاحب الأمر أن يمن علي وعليكم جميعا بعفوه ومعافاته
أسأل الله جل وعلا أن يأذن للحسين بالشفاعة لنا في الدنيا وفي الآخرة، أن يكون أبو عبد الله أول زائر لنا في قبورنا. أسأل الله أن يعجل في فرج مولانا سيدنا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلني وإياكم من أنصاره وشيعته وخيار مواليه بفضله وفضل الصلاة على محمد وآل محمد. فإذ رجل يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، من فاطمة؟ من فاطمة؟ الإمام قال له: شنو يعني من فاطمة؟ ما تريد؟ قال: أريد أعرف ماهية فاطمة. أنتم دائما تقولون أن فاطمة سر الله الأعظم، فاطمة سر لا يدركه أحد، إنما سميت فاطمة فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، ماكو أحد يطيق مقام فاطمة الحقيقي صلوات الله عليه. هسا أنا وقعت على الخبير، وقعت عليك أنت جعفر بن محمد العارف حقا بمقام فاطمة سلام الله. هذا فرض السائل، فرض السائل اللي سأل: أنت تعرف مقام فاطمة؟ التفت إليه الإمام ورب وقد ربت على كتفه. ربت على كتفه يعني يجي على كيف تضرب على كتفه، بس ضربة بسيطة، شايف واحد من تضرب على كتفه شوية. قال: قم جزاك الله خير، إن جدتي فاطمة لا يدرك كنها معرفتها أحد. الزهرة مو ذيك الكيان، أو مو ذاك الكيان السهل المعرفة. فاطمة مو ذاك الكيان الذي من الممكن أن يعرف من عوام الناس، لا، من خواص الناس، لا، بل من أشد خواصهم صلوات الله وسلامه عليه. فاطمة فالذات مقدسة، فالذات إلها قيمة، إلها وجود، إلها قابلية. لذلك أنا قلت لكم في العام الماضي، صاحب الزمان اليوم عمره وغاب 250 أو 255 سنة، روحي فداء سنة 255 سنة، شو طرحوا لي 1444 عن 255، تطلع تقريبا 1150 سنة. 1150 سنة وصاحب الزمان يعبد عبادة عارف، مو أنا أصلي ما أدري الركعة الأولى من طبت وين وصلت الركعة الرابعة، ما أدري الشهادت لو ما شهدت، وأنقل الخاتم من أصبع الأصبع حتى لا تيه الركعات. لا، صاحب الزمان كان إذا قرأ كأن الملكوت الأعلى يجيب، بكل وجود يصلي صلى الله عليه وآله، بكل وجود يعبد، ما كل لحظة من حياة صاحب الزمان إلا وهي عبادة. 1150 سنة ما استطاع أن يصل بعبادته إلى مقام 18 سنة من حياة فاطمة. 1150 سنة يعمل عبادة حقيقية، عبادة صادقة، لكن ما قدر يوصل إلى الذي وصلته فاطمة 18 سنة روحي فداه، وهي أيام عمرها صلوات الله وسلامه عليه عليه. فهي ماذا؟ فهي سر أعظم. هذا أصل خليه في يمينك وحطه جانب أحتاج. هذا واحد. اثنين، طيب كيف نعرف فاطمة؟ نعرف فاطمة ببعض الإشارات حتى يتبين لنا. أكو هدف راح أقول اليوم، وهدف باكر راح يكون محوري اللي إن شاء الله أدور حوله وأبين لكم في الجانب مهم منه. اليوم أريد أو أننا نستطيع من فهم بعض الإشارات أن نفهم مقام فاطمة، شيء من مقام فاطمة صلوات الله عليها. ليش؟ حتى ندرك إدراك حقيقي عظيم الجرم وعظم الجرم الذي ارتكب في حق آل محمد صلوات الله عليه، حتى نفهم ليش ورا 30 سنة علي بن أبي طالب يقول لعمار: ألا تختضب سيدي، لقد غزاك الشيب، لقد علاك الشيب. الإمام سلام الله عليه يقول له: أولسنا في حزن؟ يقول له: وأي حزن نحن فيه؟ قال: أولسنا في حزن على فاطمة. الغريب في قضية فاطمة، في قضية عزاء فاطمة، هذا قوس ما كان في بالي أمر فيه، لكن خلي شو أقول على مسامعكم الكريمة. شوف الإمام رضا والإمام أمير المؤمنين عندهم صورتين مواضحات تحتاج توقف في البكاء. الإمام أمير المؤمنين يقول: فد رجل أنا تبعته إلى بعيلات النخل، فوصل إلى آخر المدينة، آخر المدينة المنورة، يقول شافني قال: ما أنت؟ قلت: سيدي خبت عليك من الأعداء، فخط لي خطة، خط لي خط. قال لي: لا تعبر، ما لك شغل، أنا آمن. يقول: شفت علي بن أبي طالب راح يجي، وصل آخر الباب شوية بعد الباب واختفى بعد ما أشوفه، يعني صار ظلام. يقول: خفت عليه، قلت: هسه لا يجي واحد يطعنه برمح وهو مشتغل بعبادة أو شيء، فتبعته، عبرت الخطة. يقول لي: قلت علي دل راسه في البئر، يقول: وسمعته ينشج نشيجا عاليا، بس وين بالبير؟ مطالع لبرا. الإمام رضا سلام الله عليه يقول: يا أبا صلت،
قال بلى سيدي. قال أوصد الباب، باب البيت يعني باب الحجرة، وأوصد باب الدار يعني سد باب الدار الرئيسية، وقف على باب البيت يعني باب الحجرة ولا تأذن لأحد أن يدخل عليه. قال لما؟ قال أريد أن أبكي، لا أريد أن يسمع أحد صوتي. وقعد الإمام في الدار وقفل أبو الصلت الباب عليه وبكى. طيب ليش هذه السرية في البكاء؟ إذا كان البكاء على الحسين، الإمام الصادق يقول البكي على الحسين مو بكي هادي، البكي على الحسين صراخ. أكويش كلامي ولا؟ اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت. تبكي على الحسين بكي بصراخ، هذا هو البكاء المطلوب على أبي عبد الله. مناجات، هذه مو آداب المناجات، يعني ما عندنا في آداب المناجات أن واحد يخلي راسه بن صبير ويناجي ربه. وعلي سيد من يتقيد بالآداب، علي بن أبي طالب أفضل من يتقيد بالآداب. طيب شنو اللي سوى علي بن أبي طالب وشنو اللي سوى علي بن موسى رضا؟ ومثل هاي المشاهد كثيرة في حياة الإمام الباقر في حياة الإمام الصادق. يقول كانوا إذا خلوا بأنفسهم وبكوا بكوا حزنا على فاطمة سلام الله عليها. ما يريد أحد يسمع صوته وهو يبكي على فاطمة. شلون كان يبكي؟ من يدري؟ الإمام رضا ما يريد واحد يطلع عليه وهو يبكي على فاطمة. شلون كان يبكي؟ كذلك ماذا؟ كذلك لا نعلم. إذن حتى نعلم عظم الجرم الذي ارتكب في حقها صلى الله عليها، خلي شوية نتوقف عند لمحة سريعة من عظمتها صلى الله عليها. أولا جبرائيل عليه وعلى نبينا آلاف التحيات. اسم جبرائيل بالعبرية، هذه كلمة عبرية، اسم جبرائيل بالعبرية معناه رجل الله. جبرائيل بالعبرية معناها رجل الله، جيد، أو في عبارة معناها خادم الله عز وجل. جبرائيل عنده ثلاث مهمات رئيسية، عنده عشرات المهام، بس أكو ثلاث مهمات رئيسية أريدك تحفظهم وتخليهم في ذهنك، وراح أوصل لنتيجة في هذه الليلة. المهمة الأولى، شكو شيء يتعلق بالرسالات من الوحي إلى حماية النبي إلى نصرة النبي، متعلق بمن؟ متعلق بجبرائيل. خذ مثلا موسى سلام الله عليه، روحي فداء موسى سلام الله تعالى عليه، نبي الله موسى، موسى سلام الله عليه لما حملت به أمه وكان أكو خطر على موسى أن فرعون يبقر بطنها ويقتلها، شوف على الله ماذا فعل؟ أنزل جبرائيل فخف حملها، ضربها بجناحه خف حملها بعد ما بين أنها حامل، بحيث لما تفحص لما تكشف من القوابل، القوابل يقولون دمي هل محامل أصلا ما عدا حامل. من اللي سواها؟ جبرائيل. لما ولدته وخافت عليه قال ارضعيه، فأوحينا أو أوحينا إلى أمه أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. من أوحى إليها؟ جبرائيل. لما خلت بهذا الصندوق اللي صوره جبرائيل وخلاها تصنع منه هذا الصندوق وخلت به موسى وهدته بالنيل، شوف ماذا فعل الله عز وجل. النيل ينبع أو الأنهار عادة تنبع من الشمال إلى الجنوب، فقط النيل منين ينبع؟ من الجنوب إلى الشمال. الله إذا يحب لواحد يغير له قانون طبيعي على موده. الله يحفظك على المياحي، ادعوا له بالشفاء شوي، محتاج دعاكم، مريض هذه الأيام، أسأل الله يشافيه ويشافي جميع مرضى آل محمد شيعة آل محمد صلوات الله عليه. يقول رب الله إلهم قيمة عند الله، الله مستعد أن يغير قانون طبيعي، نهر قضى عمره يجي كل الأنهار تجري من الشمال للجنوب، الله حتى يحمي موسى السوء. شنو يعني يتغير مجرى نهر؟ المؤمن أعز على الله قلبه، قلبه خلاه ينبع من الجنوب ويصعد إلى الشمال. شلون؟ ما حد يفتهم شنو السالفة، ما حد يفهم شنو السالفة. من اللي سواها؟ جبرائيل. جاب قاد هذا الصندوق بيده على الماء على النهر إلى أن وصل إلى باب فرعون. من وصل لباب فرعون إيش قال؟ فرعون عازم على قتل الأطفال، يخاف أنه هذا على يده زوال ملكه. إيش قال لرب العالمين؟ وألقيت عليك محبة مني. جبرائيل ضرب على وجه آسيا وعلى وجه فرعون، بس شاف موسى أحبوه وظل يرعى موسى حتى ماذا؟ حتى كبر وطلع إلى مدين، ورجع من مدين إلى وين؟ رجع إلى مصر. وكل مراحل النبوة جبرائيل صنو موسى صلوات الله عليه، يعني ما ترك أبد. كل ما يتعلق بالنبوات مسؤول عنه منه؟ جبرائيل. هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية، شو إخواني، أي عذاب
ينزله الله في أمة أو على أمة، من ينزله؟ جبرائيل. عند عبارة رواية مشهورة جدا يروها أهل المنابر حفظهم الله، يقول جبرائيل يقول له يا رسول الله وقد حملت قرى لوط اقتلعتها من الأرض السابعة. شلت قرى لوط من الله أمر بعذابهم، شلتها من الأرض السابعة وصعدت بها. يقول من صعدت بها، صعدت بها لارتفاع بحيث أن أهل السماء كانوا يسمعون صوت الديكتهم، يسمعون صوت الديكة، صوت الديكة. يقول ردت العبارة أنا شاهدي لهنا وخلاص، بس أكو تتمة لطيفة. يقول الله عز وجل استوني أد وقع القرى، الله قال لي أوقف. ليش يا رب؟ قال لي شوف هاي القرية، هن 40 قرية شفتها، شوف ذيك الشجرة شفتها، شوف هذا الشايب النايم جوا، قال شفته. قال شوف جبرائيل هذا إذا قعد وقال أستغفر الله صادقا أو كاذبا، هذا إذا قعد وقال أستغفر الله لأعفون عن قرى لوط بأسرها باستغفار، بس هذا يقعد يقول أستغفر الله. هذا المدهور قعد قال ما أحلى الدنيا لولا الجنة، ما أحلى الدنيا لولا النار، ما أحلى الدنيا لولا الأنبياء. قال له وقعها السالفة هاي ما الأعوج أعوج. يقول فبدأت أسقطها. لذلك بني إسرائيل من إجوا للنبي في نجران، في وفد نجران، قالوا يا محمد من يوحي إليك؟ من ينزل لك الوحي؟ قال جبرائيل. قالوا لكنه عدو لنا. ليش؟ قالوا لهذا ما خلى فينا في الأمم الماضية، استئصالنا، مسخهم إلى قردة وخنازير، كل عذاب أنزله الله في بني إسرائيل قاده جبرائيل، فإحنا ما نحب جبرائيل. من كان، لذلك أوحى الله إلى نبيه من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية، عدونا. ليش؟ لأنه مسؤول عن لذلك رسول الله يقول قلت جبرائيل قلت له أريد أشوف أجنحتك اللي صار. يقول فطلع بهاي مو هيئته الحقيقية، بجزء من هيئته الحقيقية. يقول فرأيت 4 أجنحة، جناحين مفرودان أو جناحان مفرودان وجناحان مضمومان، قلت ما هذان وما هذا؟ قال أما المفرودان هاي أطيب بهم إلى السماء وأنزل. الإمام الصادق يقول ولقد رأى رسول الله مكتوب على بطن الجناح الأيمن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى بطن الجناح الأيسر لا إله إلا الله علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب ليش مضمومات الثانيات؟ قال ذني إذا أمرني الله أن أعذب أمة أفردهم بعد إن ذني يجيبن العذاب. طيب إذن هو مسؤول عن ماذا؟ عن إنزال العذاب على من ينزل الله العذاب عليه. هاي اثنين. ثلاثة، أكو رواية لأمير المؤمنين شاهد، ومنها أدخل لما أريد الدخول به في المهمة الثالثة. أمير المؤمنين مطر بالمدينة بس، والناس كلها اللي حاط على راسه عباءته واللي خال ايده بهالكيفيه واللي حاط ايده كذا، الامام سلام الله عليه مبتسم والمطر على وجهه. قالوا يا امير المؤمنين الا تتقي المطر؟ قال اما علمتم ان كل قطره يقودها ملك اكرهت او اكره ان يصافح وجهي ملائكه؟ عندهم عباره دمك الكريم، اسال الله ان يحفظكم ويحفظ اعزتكم بجاه محمد وال محمد وان يمد في اعماركم جميعا. دم العزيز، دم الاخ، دم الكريم، دم جناب السيد. كل قطره، أنا دقيق بهذه، خادمكم الأقل دقيق بهذه العبارة، كل قطرة دم يقودها ملك، كل ذرة هواء يقودها ملك، كل قطرة مطر نازلة من السماء يقودها ملك، كل خلية في جسدك يقودها ملك، هذه يحركها ملك ويحفظ وجودها ملك. لذلك يقول لا يوجد خلق من خلق الله أكثر من الملائكة، ماكو خلق الله خلقهم أكثر من الملائكة. طيب هذول الملائكة من الله عز وجل يأمر إنه المطر ينزل على بغداد على الكاظمية، يقول يا ملائكة، يقول يا ملائكة أريد مطر مليار قطرة تنزل على الكاظمية، 100,000 قطرة تنزل على قصر الزهراء، 500,000 قطرة تنزل على ضريح موسى بن جعفر. الله يأمر الملائكة لو يأمر منه؟ يقولون لا، ما يأمر الملائكة، رب العالمين لا يأمر إلا واحد، بس واحد لا يأمر إلا جبرائيل. يقول له جبرائيل أريد مطر ينزل على الكاظمية بهكذا عدد وهذه تقسيماته. جبرائيل شو يسوي؟ يجيب الأوامر من الله يوزعها على من؟ على الملائكة. عندكم دليل؟ إنه لقول رسول
كريم. وين جناب السيد؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. مطاع، الله الطاع، صلاحية أن يأمر الملائكة. طيب، هو مسؤول الوحي، وهو مسؤول العذاب، وهو الذي يأمر الملائكة بكل أصنافها بأوامر الله عز وجل. لذلك يقول يسموه رجل الله أو خادم الله. إن الله اختار من الملائكة أربعة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. جبرائيل سيد الملائكة. سواضح مقام جبرائيل، شنو الربط بفاطمة؟ شوفوا إخوان، خلي أروي لك روايتين حتى يكون المطلب واضح عندكم إن شاء الله بحول الله وقوته. بعد عندي 10 دقائق بس إن شاء الله أكون بخدمتكم. روايتي الأولى: النبي في بيته اندقت الباب. هذه هواي أحبها رواية، يمكن في شهادة الزهراء هي الرواية الثانية، يمكن هاي صار المرة الثالثة أو الرابعة أرويها لكثرة ما فيها من أوجه تربوية، بس للأسف ما راح أستطيع أن أتوقف عندها طويلا. أريدكم تلتفتون جيدا. اندقت الباب، يهود على الباب، جيران النبي. السلام عليك يا رسول الله. قالوا عليكم السلام. قالوا إن لنا حق الجوار، إحنا جيرانك بخدمتك، تفضل. قالوا لنا عندنا عرس ونريد فاطمة أن تحضر عرسنا ليزداد عرسنا بها. يزداد عرسنا بها يعني شنو؟ يعني تزداد فرحتنا بها. النبي مانع، قال لهم لا، فاطمة ما تروح. ألحوا عليه الآباء. شوفوا النبي ايش قال. النبي أخاف أقول اسم على المنبر. النبي صلى الله عليه وآله سيد الوجود، الله صلى الله عليه وسلم، اللي الله خلق الدنيا والجنة والآخرة وكلها لسبب صلى الله، بسببه ولأجله صلى الله. النبي التفت اليهودي قال يا هذا، إن لفاطمة زوج، هي زوج علي بن أبي طالب، ويا فاطمة مرت علي، أنا صح أبوها، عندي ولاية. النبي عنده ولاية، بس النبي عمل بهذه التفصيل إنه فاطمة لها زوج. اليوم إحنا المرأة يصير عمرها 40 سنة ويصير عندها جهات والجهال يطبون كليات، وبعد الأب متحكم بحياة ابنه، وماكو شيء، خليها تروح تعيش حياتها هي ورجلها. يوم تتعارك ويوم ترضى ويوم تطالب ويوم تزعل ويوم ترجع ويوم ترضى ويوم تغضب. ما إلك حق أن تتدخل في حياتها، ما إلك حق أن تطلعها من بيتها بدون إذن زوجها. النبي قال أنا كنت أخذون إذن علي. قال إنها ذات زوج، أو إن زوجها علي بن أبي طالب. قالوا اشفع لنا إليه. النبي جز على أمير المؤمنين، قال كيفك يا رسول الله، الأمر لك. النبي انتظر أمر جبرائيل، نزل جبرائيل قال شوف يا رسول الله، ذول اليهود، آسف راح أقول كلمة جارحة شوي، ذول اليهود يردون يوجهون إهانة لفاطمة. ليش؟ قال ذول حضروا الطم والرم. شنو الطم وشنو الرم؟ الطم الجواهر المستخرجة من البحر، ياقوت، مرجان، لؤلؤ. الرم الجواهر المستخرجة من البر، اللي هي الذهب والفضة. قال ذول حضروا الطم والرم وأمروا نساءهم أن تلبسها، فإذا جاءتهم فاطمة جاءتهم ببذلتها. شنو بذلتها بلسان الرواية؟ يقول ثوبها مال البيت اللي لعله مرقوع من جهة، ثوب بسيط مو مال عرس، فبالنتيجة احنا لابسات هذا الثوب الضخم والطام والرام والحلي والجواهر. وشنو بعد؟ وتجينا فاطمة لابسة ثوب بسيط وعباية، يقول عنها سلمان لقد خيطت من 12 موضع. بمن خيطت؟ بالخيط؟ يقول لا، خيطت بسقف النخل. الطب لليهود وهاي لابسين هاي أفخر الألبسة والجواهر، والطب لهم هاي لباسة. جبرائيل تغير لونه، قال إن الله أمرني أن أرقى إليه، أن أصعد إلى السماء. عفوا، أوقف يا رسول الله، لا تطع أمر. صعد جبرائيل ونزل، نزل وهو يقول بخ لكم، نياركم هنيئا لكم، جايب إيده صفط يعني مغلف تعابير. قال خذه يا رسول الله. قال ما هذا؟ قال هذا ثوب من الجنة وحلي وحلل، أمر الله أن تلبسها فاطمة وتذهب إلى عرس اليهود. قال ليش؟ خب نمنعها، احنا مدرنا دي وجهه الإهانة. قال لها ما ترحيل ينتهي الحال. قال لا، إن الله أبى أن يجرح قلب فاطمة.
حد يوجه إهانة لفاطمة، ما حد يجرح قلبها، هاك هذا من الجنة خل تلبسها وتروح. تقول لما لبستها وطبت عليهم سجدوا تحت قدميها فآمن في ذلك اليوم خلق كثير. العلامة المجلسي لما يعلق يقول والخلق الكثير أقله 80، حتى لا ينجرح قلب فاطمة. الله يدز ملك، هو سيد الملائكة، هو سيد الوحي، هو منزل العذاب، هو بعد هو آمر الملائكة، حتى لا ينجرح قلب فاطمة الله يدزه يجيب لها ثوب حتى تلبسه. يطب علي بن أبي طالب مش ديتها، يطب علي مش ديتها الشريفة، يقول لها فاطمة مريضة، تقول لها أنا بخير، أنا بخير، هذه آخر رواية، أنا بخير. قال أتشتهين شيئا، تتمنين شيء؟ قالت يا علي إن أبي قال حرام على المرأة أن تكلف زوجها ما لا يطيق، حرام على المرأة أن تكلف زوجها ما لا يطيق. زين شنو المطلوب؟ قالت له، قال ما يخالف قولي، أقدر أجيبها ما أقدر ما أجيب. قالت له مشتهي رمان، صح طلع أبو الحسن للسوق، لقى فد واحد يبيع عنده رمانة واحدة، اشتراها بدرهم وإجا فرحان جايب الفاطمة ما تشتهيه. بالطريق لقى واحد فقير على جالب قاعد يقول ما بك؟ قال عطش يا أبا الحسن، جاب له ماي، شاف الرمانة بيده. الإمام قال له أراك تعلق نظرك فيها، شو جنك اشتهيتها؟ أي والله. قسمها الإمام نصين، نص إله ونص للزهرة، وفرطها بيده ووكله أكل. ظلت عين على النص الثاني، الإمام قال له ما بك؟ قال له السلاء أنا شبعت، ولا اللي أنت ماخذ له النص الثاني شبع، وكني يا أبا الحسن طالبا. فلسها بيده أبو الحسن، بشرفك يا علي الليلة حوائجنا، هذا فد أخ الطاني فد ورقة قال لي عندي حاجة، بشرفك يا علي هاي الليلة حوائجنا، بشرفك هاي الليلة بداعت فاطمة عليك، بداعت قلبك وانت على قلب فاطمة وتحطها بالقبر بهذه وخلص، بعد ما حلفك أكثر، أدري هذا الحلفان يوجع قلبك. يقول فلسها بيده وطه ياكلها. رجع الإمام خالي الوفاض، طب لي الحجرة، طب لي جوه للبيت. فاطمة شافت تشوف بنت الحلال المرباية أم الدين، قالت يا علي ما صنعت؟ لقد أخذ الله من قلبي حب الرمان. الإمام باو عليه، الله يزيدك، سلبتي أو يعني رفعتي عني عذر، أو رفعتي عني عبء الاعتذار، حتى الاعتذار ما تخليني اعتذر، الله يجزيك عني خير، الله يجزيك عني خير. يقول جزته خير كذلك، وقعدوا بيناتهم يتمازحون، هو يضحك وهي تضحك، وسالفه كذا. دقت الباب، طلع لقى سلمان على الباب بيده تشيس، قال ما هذا؟ قال رمان. منين؟ قال جبرائيل جاب للنبي، والنبي قال لأؤثرن به عليا وفاطمة. قال تعال سلمان. طبوا للبيت، فاطمة محتشمة بعبايتها وخمارها. قالها فاطمة شو تقولين كم رمانة بتشيس؟ ضحكت، قالت ما تقول يا أبا الحسن؟ قال عشر. نحسب مديدة، واحدة اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ضحكة وشوف استئناس وكذا. سلمان ما يدري شنو السالفة، قال ما بيكم. قال يا سلمان قبل ساعة تصدقنا برمانة فكان حقا على الله أن يرزقنا عشرة، الحسنة الوحدة بجد بعشرة. حتى اشتهت فاطمة رمانة، رمانة الله نزل لها جبرائيل حتى يجيب لها رمان، وعمر يخليها بين الحائط والله. شل خبل هذا شل عقل هذا شل سوء العاقبة هذا. يقول لطمتها لطمة سمعت لها أنينا ركبت ألين لها، ولكني تذكرت علي فرجعت إليها فضربتها حتى كسرت جنبها وأسقطت جنين الحسن. وخلي هاي رواية الباكر، خلي أروي لك شيء. يلا كالعادة يا علي غمض عيونك دنق راسك وقل ثلاثا، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. الإمام بغرفته بحجرته، يمي كل شيء مالك شيء، ولا يمي روحي فاطمة. الإمام بحجرته، طبت عليه أسماء، قالت سيدي إن الزهراء تطلبك. قال أسماء كيف هي اليوم؟ شلونها فاطمة؟ والله ما أدري، وجهها مزهر بس
أنا خايفة. الإمام التفت إليها قال: أسمى، لا تغادري باب فاطمة، إني أرى ما لا ترين وأعلم ما لا تعلم. أبد لا تغادرين بيتها حجرتها، كسيدي تريدك تطلبك تقول أسمى شفت علي. قام وقعد، قام وقعد. أخواني علي، علي 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 من راد يقلع خيبر خلى إيده وشالها وشمرها. علي 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 قام وقعد. يقول بالثالثة وصل للباب اتجه على الحائط وقام. سمعته يقول: اللهم اربط على قلب فاطمة، أو اللهم اربط على قلب علي، اللهم أعن عليا على رزقه. اجي وصل طب للباب، غمض عيونك بداعة فاطمة عليك. هنا هنا الزهراء بس لا تباوع، ممنوع. العباس ما يقبل، العباس العباس ما يقبل. يقول نائج مضطجع حاط ظهرها على الحائط وبيدها مسبحة، من طبع الإرادة تقول قال برسول الله عليك ألا تنهضي. ظلت قاعدة، إجا قاعد قدامها، هو ساكت وهي ساكتة، هي متانيته يحكي وهو متانيها تحكي، هو قلبه يريد يوقف وهي قلبه يريد يوقف. فجأة اثنيناتهم شالوا عيونهم سوا، صارت عين علي بعين فاطمة يقل لها يا بعد أهل اشتهيس، يقل لها يا بعد أهل اشتهيسين، صدعت قلب يا محسن وحسين، أنا شوفك حزينة وتهمل العين، دقل الصواب وليرجعك وين. سولفيلي يا فاطمة أجهش بالبكاء، أوصته بوصاياها وطلع علي. راح أبو الحسن يقول سلمان بالمسجد، علي خلص الظهر دار عينه على الباب يسبح وعينه على الباب يعقب وعينه على الباب، خلص قام صلى العصر دار عينه على الباب. قلت سيدي أرى عيناك لا تفارقان باب دارك، قال يا سلمان إن عليا ينتظر خبرا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يقول وقف علي حتى يتنفل بركعتين، إني صلي نافلة وإذا بصوت يملأ أرجاء المسجد. يلا شيعة ما هذا الصوت؟ أيها الناس لقد ماتت أمنا فاطمة، لقد ماتت 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 أمنا فاطمة. علي سيد الرجال طح على وجهه مغشي عليه هو وعمامته. صاح سلمان معاشر الناس حولوا بين الحسنين وأبيهما، الناس هذا يسألهم هذا ماذا يعانقهم، هذا يسمع منهم كلمة. يقول شلت راسه خليته في حجري، رششت عليه شيئا من الماء، فتح عينيه قال سلمان أماتت فاطمة، يا عيوني ماتت فاطمة. وذول الحسنين جو خطية يموتون، يشيل عمامته ما يقدر، شلت عمامته خليته على راسه وسويت عليه ثيابه. وصل الحسن والحسين إليه، سقط على صدره، شي يقول للحسن يا أبويا راحت أمنا، يا حيدر يا بويا يا بويا يا بويا يا حيدر راحت أمنا، راحت أمنا يا بويا اشكبر اللي على ضمنا. ضمهم لصدره ومضى. سلمان يقول أنا قدامه رحت ركض، دقيت الباب أجابت فضة، قلت له فضة نسواني سمعه نساء بني هاشم، قلت له سمعه الكلم، قلت له شوف النسوان ترى علي جاي كان جسد بلا روح، علي جاي كان قلبه ألف قطعة، لا يموت عليها وتضيع الأمة ترى دير بالجان. تقول بينا أكلمه إجا أمير المؤمنين بس يمشي بلا روح محني الظهر، الحسنان بيده. يقول فتح الباب دخل، أول ما وقع نظر أسمى عليه، صاحت يا علي الله يعينك ماتت زهرة أيامك. اي والله الله يعينك يا علي. اين المنادي وعلي؟ صاحت يا علي يا علي يا علي يا علي
يا علي الله يعينك ماتت زهرة أيامك بس الله يا حدار يعلم بحالك بس نخاف تنظر للبج عيالك الله يساعد المظلوم من يلطم على الراس راحت منا لو انت نباع نشر راحت منا راحت منا لو انت نباع نشري راحة من لجن يا وسف والله راحة من لجن يا وسف والله راحت منا يا زينب بيك نشتاق يا زينب بيك نشتم ريحة منا علي شمنا يا خويا الدن لي زينا يا زينا خلنا نعرج على زينا ولا ويلا عند رجوع زينا بلا كربلا تقول تقول مريت بس وحش المنازل راعيها مدروين شاي مريت بس وحش المنازل مدروين شايل عالباب حطيت المحامل وناديت وينك يا ابو فاضي زين تقل له مريت بس شلون مره يا ريتني ظليت برا القلب القلب مدري شلون الصبر على فراقهم تقتل العبرة بعد تقول سميتهم كلهم بالاسماء يا اهل المحنة بهنا شاليش منكم ما حد القاها يا هل علي هون فرقا يا هل علي يهون فرقاه مأجورين إن شاء الله.
رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. لقضاء الحوائج لشفاء المرضى 3 مرات الصلاة على محمد وآل محمد. وحسينا 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 صيح بأعلى صوتك وحسينا 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 ما شاء الله أعلى شبابنا وحسينا الكربلاء الكربلاء يلا شباب الطم جاوب وحسينا 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 هلا هلا وحسينا وحسينا الكربلاء الكربلاء يلا شباب وحسينا مش ياهل كان يحضر بالمجالس مش ياهل كان يحضر بالمجالس حسين دور ناس تشبه قلب عابس حسين دور ناس تشبه قلب عابس اكو بعض الناس شيطان الهواجس تقل مجلس امشي قلك مالي واهس تقل مجلس امشي قلك مالي وحسينا 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 مش ياهل كان يحضر بالمجالس حسين دور ناس تشبه قلب عابس اكو بعض الناس شيطان الهواجس تقل مجلس امشي قلك مالي واهز قل مجلس مالي واهز حسين مو عالواهس بكيفك تجيله حسين مو عالواهس بكيفك تجيله اخجلي من الزهر عاد واعتنينا اخجلي حيدر عباس الشبلاوي اخجلي من الزهر عاد واعتني له يقول حمزة ذنوبنا صارت في جيله
واحنا غير حسين ما عدنا وزينا، غير حسين واحنا غير حسين ما عدنا وزينا. وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه دعونا في جميعا. احنا غير، احنا غير، عذرا للعاده، عذرا للعاده. ايه حسين مو علواه بكيفك تجيله، اخجلي ان الزهر عاد واعتني له. يقول حمزه ذنوبنا صارت في جيله، واحنا غير حسين ما عدنا وسيله. والذنوب هواي جبتت تجيله، وغدا يبدو مأجورين إن شاء الله. الله يبارك فيكم، فدوا روحكم. أم وين يلدفنتوها، أم وين عنا خذتوها من شلتها.